السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل من صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم ورأيكم، وذلك من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل. وبالبداية نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنناقش موضوعنا لهذه الحلقة، ابقوا معنا. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. يوم اتحرك يوم لنا عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوا على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مبشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الموضوع اليوم سيكون عن اجتياح السيول ومياه الأمطار لمناطق كثيرة في العراق، إغراق مناطق كثيرة، محاصرة ناس داخل مناطق في بيوتهم طبعا بسبب الفيضانات، وكذلك تجريف خيم للنازحين في المخيمات. مواضيع كثيرة سنتحدث بها إن شاء الله، أيضا ارتباط الدور السياسي بما يحدث الآن من عوامل طبيعة متغيرة الآن، حلول فصل الشتاء في العراق، هذه التأثيرات التي تحول على المواطن العراقي أو تحدث للمواطن العراقي نتيجة هذه الأمور الطبيعية. لكن ليس من الطبيعي يعيش بلد كالعراق ومواطن عراقي في بلد لديه خزائن ملياريه من الدولارات ان يعيش في هذا البؤس الذي يعيشه الان، لا توجد خدمات صرف صحي، لا توجد بنى تحتيه جاهزه من اجل استيعاب هذه الكميات من الامطار او معالجه ازمات اخرى قد تحدث مستقبلا. وبالتالي نناقش جزئين، الجزء المتعلق بوضع المدنيين في هذه المناطق التي فاضت والتي غرقت بسبب هطول هذه الكميات الكبيرة من الأمطار، وكذلك الدور الحكومي أو الدور السياسي في التعامل مع هذه الأزمات الموجودة الآن في العراق، سواء حدثت الآن أو التي حدثت سابقا على مدى السنوات التي مضت. طبعا سيول وأمطار اجتاحت عدة مناطق في محافظة نينوى، أغرقت أجزاء من أحياء العربي والرشيدية والمالية والشرطة في الجانب الأيسر، وأحياء وادي حجر والغزلاني والطيران والنبيشيت والطوافة في الجانب الأيمن من المدينة. لدينا أيضا دعوة من مفوضية حقوق الإنسان للجهات الحكومية إلى القيام بواجبها تجاه النازحين بعد أن أغرقت السيول 3000 خيمة للنازحين في محافظة نينوى شمال البلاد. وأيضا دعت المفوضية أو وجهت نداء إغاثة إنساني للمنظمة الدولية والوطنية لإنقاذ النازحين في محافظة نينوى بعد غرق وانجراف أكثر من 3000 خيمة بسبب الأمطار والسيول في مخيمات المدرج والجدعة في محافظة نينوى. نعرض لحضراتكم الآن من نينوى، طبعا ننتقل إلى محافظة بابل. غرق شارع 60 مقابل شارع الحسينية في مدينة الحلة بمياه الأمطار في ظل غياب تام لمجاري الصرف أو طبعا لتصريفات الصرف الصحي والبلدية كذلك في المدينة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، سنكمل طبعا متابعة ما لدينا من مقاطع وكذلك الحديث أكثر حول هذا الموضوع، لكن نستمع بالبداية إلى رأي السيدة أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
حييت وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى العراق ككل من الشمال إلى الجنوب، وبالنسبة إلى هاي الأحزاب اللي جتنا من 2003 إلى هذا اليوم، ما اهتموا بالبلد، ما اهتموا بالعراق. يوم مهتمين بالعراق ما كان صارت هالسيول ولا كان هالفيضانات ولا كان هالعبث. لماذا لم يهتموا بالعراق؟ ما الذي منعهم من عدم الاهتمام بحياة المواطن والأساسيات والبنى التحتية الموجودة في البلد؟ هما الأحزاب إجت من إيران ولتهديم هذا البلد. هما إجوا إلى ما يهتمون للبناء ولا تعمير ولا زراعة ولا صناعة ولا زراعة، وإنما يهتمون إلى هما جو لمصلحة، مصلحة شخصية، مصلحة إيرانية وشخصية. أما هي أهم شيء جيبهم ومنتمين إلى انتمائهم إلى إيران. يعني أم أزهار، هل تعلمين يا أم أزهار أن هذه السلطة لو فرضا أنها قامت بالتعمير والسرقة بنفس الوقت لبقي في هذا البلد خيرات تكفي للتعمير وللسرقة؟ لماذا لم يقوموا على الأقل بخطوة كهذه؟ أم أزهار. بالنسبة هو لو كانوا يعني منصفين يبقون ويعمرون مو مشكلة. يعني كل الدول، كل الرؤساء بالدول تبوق وتعمر في نفس الوقت، تعمر بحيث انه ما يصير خلل في البلد. لكن هذول ما اجوا يفكرون بالبلد ولا اجوا يفكرون بالعمار ولا يفكرون شيء، وانما يفكرون في انه هم اجوا حتى بس يردون يخلونهم احرارات بالخارج ويصدرون فلوسهم للخارج، وايران هي المسؤولة عن هذه التصرفات كلها. كل إيران وأمريكا وإسرائيل هم جابوا زمرة الحسالات اللي إجوا عندنا. طيب اللي هم كان ما مصير نعم، ما مصير الناس الذين يعانون الآن بسبب الفيضانات، الذين غرقت منازلهم، الذين تشردوا بسبب تجريف الخيام من قبل سيول الأمطار التي هطلت؟ يعني ناس هم رايحين أصلا هجرة من مناطق تدمرت بسبب العمليات العسكرية، لجأوا إلى مخيمات، الآن حتى المخيمات تدمرت. ما مصير هؤلاء الناس؟ شنو مصيرهم؟ أنا أسمع منك يا أم أزهار. مصيرهم يعني خطية. احنا شو نقول؟ احنا شايلينهم هم اكثر. مصيرهم الهم والموت وأذية اولادهم واطفالهم وحائرين في نفوسهم. هم لو هم كانوا من اول ما بداية الحكومات ما خلت الخيام موجودة، رجعتهم الى ديارهم وبنولهم بيوت وعمرولهم وقعدوهم، ما كان صار بهم هالشكل. لكن هم جايين يقضون على هذا الشعب المسكين، هم جايين في عندهم حرقة على هذا الشعب انه لازم ينتهي، لازم يتدمر. فهم يعني احنا كنا قلوبنا على هذول الناس اللي قاعد تتدمر، وقاعد هي مو بس الموصل ولا بس المحافظات، حتى كل العراق متدمر، كل العراق فاض، كل مطرة بسيطة يفيض الشوارع كلها تسير، والبيوت تغرق، اللي عالي ينحفظ والمعالي ما ينحفظ. لكن احنا يعني الى متى احنا نسأل؟ الى متى ضمائرنا ظل ميتة؟ الى متى ظل ضمائر هذول الحزبيين ميتة؟ وكل قفز وكل قاعدين يتعاكون على الكراسي، قال الفياض وحش هذا العامري وحش المختزى الصدر وحش هم كل أذية من هذول المعممين. شكرا جزيلا. ومن هذول الحفالات اللي اجتنا من إيران. شكرا أم أزهار. رسالة من أحد المشاركين يقول: أنا من ذي قار، قبل أيام أرسلت رسالة على سبايكر، أنا أخويا شهيد في سبايكر، لم يدافع على الفرس، إحنا عرب معروفين قبل الإسلام، بس جريمة سبايكر حتى جثث ماكو، الحكومة فاسدة نعرف محسوبين علينا، نرجو خير إن شاء الله. طبعا أيضا نود أن نتابع مع حضراتكم الآن مقطع آخر أيضا من محافظة بابل. سوق الحلة الساحة بعد مياه الأمطار الغزيرة وغرق معظم أجزاء السوق. طبعا هذا الموضوع جعل أصحاب المحلات يواجهون صعوبة بالتحرك وافتتاح
أعمالهم. فلنشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا كما تفضلت السيدة أم أزهار قالت بأنه مع كل زخة مطر تحدث على مواسم الشتاء التي مضت وهذا الموسم تغرق الشوارع بهذا الشكل، تدخل المياه إلى منازل المدنيين، تابعنا مناطق أصلا تجاوزت بها أو تجاوز ارتفاع المياه بها إلى مستويات عالية جدا لدرجة أنها أغرقت سيارات حتى. طبعا هذا الموضوع دمر كثير من المنازل. طبعا مدينة الموصل أيضا كنا قد عرضنا سابقا وتحدثنا قبل قليل عن موضوع الموصل، مدينة الموصل التي عانت طبعا من الدمار بسبب العمليات العسكرية والبيوت التي تكسرت وتدمرت. بعض الأحياء في مدينة الموصل كانت قديمة لدرجة أنها لم تحتمل حتى الاهتزازات الناتجة عن القذائف والانفجارات. مع زخات المطر أزم هذا الموضوع أكثر الوضع في مدينة الموصل، جعل هذه المنازل التي كانت تقف بشكل يعني مؤقت دعونا نقول الآن بدأت تتساقط بسبب هذه الكميات الكبيرة من الأمطار. لم تعالج مسألة تدمير المدينة من قبل التنظيم ومن قبل الدولة في العمليات العسكرية، والآن لن تعالج أو لم نرى معالجة حتى هذه اللحظة طبعا من قبل الدولة لموضوع السيول والأمطار والمياه التي اجتاحت هذه المناطق والتي بدأت تدمر كل شيء موجود حاليا. طبعا لدينا ايضا رساله من احد المشاركين يقول اخي صار 16 سنه، هل سمع اي مواطن بالعراق خطبه للمرجعيه تحذر من تدخلات ايران بتدمير العراق من شرقه والنفط وقطع المياه وادخال المخدرات وتسليح العصابات؟ الا تستطيع المرجعيه من توجيه الشعب لازاله هؤلاء العملاء والسراق؟ اليس هذا لغز؟ يقول ايش وقت ايغار الشعب من بقيه الشعوب الحره؟ أسئلة طبعا توجه من مواطن ومشارك معنا على الواتس أب. يقول إيش وقت يغار الشعب من بقية الشعوب الحرة وينتفض لإعادة كرامته وكرامة الوطن؟ أليس صوت الشعب أقوى من السلطة؟ والله عيب وخزي، يصبحون قطيع بيد تجار دين مزيفين. موضوع وطبعا هو ليس موضوعنا اليوم ولكن هي رسالة تقرأ وإجابة سريعة. موضوع المرجعية تتحدث عن إيران وتوغلها في العراق وتدميرها، أنت شاهد من في السلطة الآن، شاهد الاستماتة بالدفاع عن إيران، شاهد التبريرات التي تعطى لإيران عندما يتم الحديث عنها كطرف متدخل بالشأن العراقي، شاهد الأنصار بالنسبة لهذه الأحزاب أو لهذه الحكومات أو لإيران بشكل مباشر. هؤلاء يدافعون بوسائل إعلامهم، بقنواتهم الفضائية، بالإذاعات المسموعة، بالصحف والمجلات، بالترويج على الأرض، بترهيب المواطنين بشكل طبيعي أو غير طبيعي، يعني بطرق مختلفة يتم إقناع الناس بشكل حتى لدرجة أنها تصل إلى القوة بأن إيران هي حامل حمى وإيران هي الدولة الداعمة وإيران هي الدولة الساندة، بغض النظر طبعا عن ما قامت به إيران من تدمير للعراق بشكل عام. ولذلك قد ترى من الغريب أن تخرج أطراف محسوبة على إيران بشكل أو بآخر أن تخرج لتنتقد إيران، أن تخرج لتهاجم إيران. إيران كما يقال بالعراق طبعا خط أحمر وتاج رأس، يعني من هالأمور المصطلحات المتداولة الآن محليا. نتابع مع حضراتكم الآن موضوع أو مقطع آخر لموضوع المياه. غرق شوارع الحي العربي في مدينة الموصل، ونحن طبعا نتحدث الآن عن قضية نينوى ومدينة الموصل بسبب السيول والأمطار التي ضربت المدينة. فلنشاهد. Thank you.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا في اللحظة التي نرى فيها هذه المقاطع وهذه المشاهد ونرى هذا الدمار والخراب، طبعا جانب اقتصادي كبير يتأثر من المجتمع العراقي بسبب هذه الأمطار. طبعا أصحاب المحلات، التجار، أصحاب البسطيات، حتى المواطن البسيط الذي يتبضع أو الذي يعرض منتجاته على 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 أرصفة الشوارع، هذا تأثر بشكل كبير. أصبح من الصعوبة أصلا التجول في هذه الطرقات من أجل الوصول إلى بعض المحلات، أصبحت مناطق مقطوعة ومعزولة بسبب الكمية الكبيرة من الأمطار. طبعا هناك حتى سيارات شرطة أو سيارات البلدية، حتى وإن كانت سيارات أخرى حكومية تحاول أن تعالج هذه الأزمة، هي تتعطل في أثناء رحلتها في التجول في هذه الشوارع من أجل الوصول إلى مصدر الفيضان مثلا. ولذلك طبعا هذه الأزمة كبيرة جدا يجب أن تعالج. لا يوجد دور حكومي، هي هذه المشكلة. طبعا غياب الدور الحكومي بشكل كبير وفاعل عن ما يحدث في العراق الآن هو نتيجة تفاقم هذه المشاكل التي تحدث. طبعا الأمطار، وسيخرج أحد ربما ليتحدث ليقول الأمطار موجودة في كل بلدان العالم، أقرب بلد السعودية، المملكة العربية السعودية تحدث فيها موجات من السيول ومن الأمطار كبيرة جدا، تقوم بتجريف في بعض الأحيان حتى السيارات وغيرها. لكن هناك معالجة تكون لهذا الموضوع. لم نرى المملكة العربية السعودية تفيض بهذه المياه وتستقر هذه المياه بعد توقف الأمطار لفترة طويلة، لأن هناك طبعا معالجة وهناك تأسيس صحيح في معالجة هذه الأزمة. دول كثيرة أخرى، دول إن كانت عربية، دول إن كانت غربية، في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا وغيرها، لكن عندما تغيب السلطة الموجودة في بلد معين عن معالجة الأزمات، هنا تتفاقم هذه الأزمة لتصبح كارثة فيما بعد. الكوارث التي تهدد حياة البشر، التي تهدد البنى التحتية، التي تهدد الخدمات، التي تهدد المنازل، وبالتالي تجعل غياب الدور الحكومي يجعل من تفاقم المشكلة البسيطة شكل كبير ويسبب كارثة فيما بعد. طبعا هذه الكوارث تنعكس على حياة البشر. أبو فيصل من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك محمد؟ الله يسلمك أبو فيصل، حياك الله، تفضل. الله يحفظك. تحية لك يا أستاذ محمد، تحية لشادر القناة، تحية للقناة، تحية للمتصلين والشعب العراقي. شكرا جزيلا. ما الموضوع اليوم يا محمد بالنسبة للحلقة؟ اليوم الموضوع عن هطول الأمطار والسيول في العراق. هناك مناطق فاضت، هناك مناطق اجتاحتها هذه المياه، دمرت أجزاء كبيرة منها، طبعا جرفت حتى خيم المهجرين النازحين، وبالتالي تحولت من مشكلة طبيعية، مشكلة يعني ليست هي مشكلة، طبعا هو دائما المياه تكون خير، الأمطار تكون خير، لكن تحولت إلى كارثة ونقمة الآن على العراقيين بسبب سوء تصرف السلطة الموجودة الآن وغيابها عن معالجة هذه الأزمات. طيب أستاذ محمد، هذا الشيء نشوفه بالتلفزيون، هذا كلامك صحيح، لأنه البلد هو مع الأسف البلد كلهم سراق وحرامية، ولا في أي خدمات. نشوف دمار مع الأسف هذا البلد العريق، هذا البلد مع الأسف يعني ما يتعرضه العراق من من من, من جرائم ميليشيات إيران. على الشعب العراقي يا أخي، الشعب ساكت، ماذا ساكت وشيء ينتظر على الشعب العراقي أن يقوم قومة صاملة، يعني لا على حسابه هذا الدمار كله، على حساب الشعب العراقي، أموال الشعب العراقي هذه بين هؤلاء هذا الفاسدين المجرمين مثل وكلهم ميليشيات، ورئيس وزراء ما يقدر يعني يكتب وزير داخلية. يعني بأي دولة هذه؟ يعني مع احترام وتقدير للشعب العراقي، وساكت الشعب العراقي ما يزال كل الشعب، لو ثار الشعب ثورة صاملة والله ما يأخذون دقيق، كلهم مجرمين وكلهم قتلة يهربون. وتحية لك وتحية للشعب العراقي. أبو فيصل طرح سؤال، طبعا طالما طرح هذا السؤال وكلما تأتي أزمة في العراق الآن يطرح هذا السؤال مرة أخرى، ما الذي ينتظره الشعب العراقي؟ يعني هذه المدة الطويلة منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، هذه السنوات التي مرت، شاهد المجتمع العراقي تغيرات كثيرة من ناحية السياسية، من ناحية الأمنية الاقتصادية في البلد. مرت لحظات قد اعتقد البعض أنها لحظات خير بالنسبة للعراق عندما يرى أن ميزانية الدولة فاضت بالأموال، لكن ما المحصل على الأرض؟ ما النتاج؟ ما انعكاسات توفر الأموال في الخزينة العراقية على الأرض؟ هل شاهدنا المحافظات الجنوبية تعمر؟ هل شاهدنا المحافظات الغربية تنعم بأمان وحياة كريمة؟ لم نشاهد هذا الموضوع، كانت هناك دائما استمرارية لافتعال أزمات في العراق. من معنا؟
صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للمشاكل اللي موجوده الداخليه بالعراق، يعني احنا الحكومه العراقيه يعني غير صادقه كل المراحل السابقه لتشكيلات الحكومه نعم. يعني مو صادقه ويا الشعب، ناس نعرفهم احنا وكل الشعب العراقي مع الاسف يعرفهم ناس لصوص وفاسدين وناس تابعين للامريكان، تابعين عملاء للامريكان او عملاء للايرانيين. فالحكومة العراقية منقسمة بين قسمين، لو إيراني لو أمريكي، فذول الجهتين ما جايين خدمة بلد، يعني ما جايين يوفرون الخدمات للمواطن العراقي البسيط سواء بالجنوب بالوسط، يعني ما حد مفكر بهالشيء من عندهم. يعني شوف هاي الفيضانات اللي صارت والسيول اللي صارت وبغداد غرقت ومحافظات غرقت، المفروض أكو خطة للتوجيه هذه المياه الى مناطق الاهوار او غير مناطق الاستفاده من مياه الامطار، لان احنا نعرف العراق بكل صيف واكو جفاف والمزارع يعاني من قله المياه وشحه المياه في حزام بغداد وغيرها، والحكومه ما عندها خطه ولا حتى امين بغداد مفكر ويفكرون بتغيير هاي الشبكه الصرف الصحي اللي صار لها، هي مال النظام السابق وتعتبر انجاز للنظام السابق بالرغم من يعني تدهورها ولازم تصير عليها صيانة أو تجديد. يعني فهاي الحكومة ما وفرت أي شيء ولا عندها خطة ولا عندها أي حتى دراسة جدول لأي مشروع حقيقي، كلها مشاريع وهمية. صدقني استاذ ما بيهم واحد طاهر ولا واحد بيهم نزيه، لا السنة ولا الشيعة. طيب ندخل إلى موضوع مرتبط طبعا ارتباط وثيق بما تقول. الآن الصراع الذي يحدث الآن في العملية السياسية على المناصب على الوزارات، هذا الصراع ينعكس على الحياة العامة بالنسبة للمواطن العراقي، يعني أكثر من الشغال أصلا بالحياة الطبيعية، انشغال المسؤول أو ابتعاد المسؤول بشكل أو بآخر عن المواطن وحياته، الآن يدخلون بقضية الصراعات السياسية وهذه الامتيازات التي تحدث والصفقات التي تبرم بينهم، انشغالهم بقضية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبعض الوزارات الأخرى يجعلهم يبتعدون أكثر ويغيبون أكثر عن المشهد بالنسبة للحياة العامة للمواطن العراقي. طيب كيف يمكن أن تعالج هذه المشكلة الآن؟ أستاذ أي معالجة ما لها هاي المشكلة، هاي المشكلة راهنة بكل تشكيل حكومة سابقة. نشوف احنا الصراعات هاي السياسية والسماسرة والمزايدات، وشفنا حتى تصريحات مقتدى يعتبر جزء من العملية السياسية، لكن هذا الغموض الموجود به كفة مع مرة يطلع مع المتظاهرين والشعب ومرة يصير معارض، وهو جزء من العملية السياسية من خلال العدد اللي عنده من البرلمانيين اللي يمثلون الصدريين بالبرلمان، فهو جزء. فشفنا احنا تصريحاته كانت مو واضحة جدا، يعني صرح مقتدى اكو بيع واكو غيره، احنا نعرف وزارة الدفاع وزارة الداخلية وزارة التربية لحد الان ما جابت سعر المطلوب في سبيل هذه العامل يبيعها للجهة او الحزب اللي يريدها. فاحنا شفنا هاي الصراعات على 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 منصب، اما الحكومه لو جاده واكو شعب يتابع هذا الموضوع، برلمان منتخب حقيقي مو مزور، وانتخابات كانت صادقه مو مزوره، كان حاسبهم رئيس الوزراء، ليش انت ما تجيب شخص كفو، شخص مهني يعني سليم الجبوري، شنو دخله بوزاره الدفاع؟ شنو اللي خدمه عنده بوزاره الدفاع؟ كان ضابط عنده خبره اني يصير وزير دفاع، او الفياض اللي هو محسوب على ايران، واحنا نعرف سمعه الفياض يصير وزير داخليه، شنو انجازاتهم؟ شنو انجازات اللي الوزراء اللي سابقين اللي قبلهم؟ وزاره التربيه وصلت الى اردى الوزارات بعهد محمد اقبال وبعهد محمد تميم، وحاليا من راح يجي؟ المفروض يخلون شخص كفو مهني. العراق عنده عقول وعنده شخصيات، يعني 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 مع الاسف راكنيهم على جنب وخالين سليم الجبوري وغيره ومحمد اقبال هم يمثلون هاي الوزارات العريقه اللي كان تاريخها قبل الاحتلال. احنا نعرف التعليم بالعراق وصل حتى المح الأمية صفر بالعراق والمدارس وغيرها بالرغم من الحرب الإيرانية وبالرغم من الحصار الجائر اللي 13 سنة، لكن العراق بنى مدارس وبنى عقول وعلم طلاب وخرج ناس كفؤين لخدمة هالبلد، لكن هاي الطبقة السياسية بكلها بسنتها وشيعتها
كسياسيين هم اللي دمروا العراق ووصلوا العراق الى اردى الدول. يعني هسه احنا بكل شيء مو زين الاول وبكل شيء زين الاخير. الاخير استاذ ما عندنا اي انجازات لا بوزاره الزراعه لا بوزاره التعليم العالي لا بالصناعه لا باي بالتعليم كل شيء لا كهرباء عندنا لا خدمات. والشعب مع الاسف الشعب واحنا من ضمنهم طبعا راضين. شكرا جزيلا سيد صباح اشكرك للمشاركه. نفس السؤال نصل اليه في نهايه هذا الحديث وطبعا نحول هذا السؤال اللي نطرحه الى السيد ابو ناصر من تركيا. اهلا بك ابو ناصر. يعني تكرر السؤال معنا أكثر من مرة، ما الذي ينتظره المجتمع العراقي وهو يشاهد هذه الأزمات ويشاهد هذه الكوارث التي تحل عليه يوميا بفعل سلطة بفعل متعمد أو غير متعمد بإهمال وهي تقع عليه وهو ساكت يتفرج؟ يعني هناك مظاهرات نعم في البصرة لكنها ليست مظاهرات عامة في كل العراق، ومحافظة واحدة لن تستطيع فقط أن تغير، يعني يجب أن يكون هناك مساندة ومؤازرة وغيرها. أين المجتمع العراقي؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك والقناة الرافدين والكل الكادر المحترم. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا قلناها سابقا المجتمع العراقي والشعب العراقي ينتظر فتوى المرجعية وهو يعرف بأن المرجعية هي سبب دمار العراق، يعرف المرجعية هي اللي سببت دخول الاحتلال وهي سلمت العراق وهي أفتت بعدم مقاومة الاحتلال ومع ذلك ينتظر فتوى المرجعية. يعني أريد أقول أستاذ محمد يعني الحكومة اللي ما مهتمة بصحة المواطن شنو ننتظر منها؟ يعني معقولة تهتم بتقديم خدمات إليه؟ يعني حكومة من تسمح بدخول مخدرات وتدمر شباب بلدها ما ننتظر منها أن تهتم بالصرف الصحي وإنقاذ الناس من السيول؟ يعني كل دول العالم أستاذ محمد تتخذ إجراءات قبل قدوم فصل الشتاء وتنظف تقومون التنظيف المنهولات لتصريف مياه الأمطار والسيول إلا الحكومة العراقية. كل الموجودين بالعملية السياسية والأحزاب اهتمامهم الوحيد هو بنفسهم وبعوائلهم وقبلها طبعا الاهتمام بأسيادهم الإيرانيين. من 2014 إلى هسه والناس عايشين بالمخيمات ومناطقهم تحررت حسب ما يقولون وبالرغم من كل الميزانية الضخمة الموجودة ما قاموا يعني بإعمار هاي المدن اللي تحررت ولحد الآن مدمرة ويطالبون الناس أن يرجعون لمناطقهم. طيب نسأل السيد المسؤول، أنت تقبل أنت وعائلتك أن تسكن ببيت مهدم وبدون أي خدمات لا مي ولا كهرباء؟ الجواب لا أبو ناصر، حتى لا ننتظر جواب المسؤول، هو هذا هم ردوا بأكثر من مناسبة. يعني رحم الله والديك الله يبارك فيك. طبعا ما يقبلون لان هم يعتبرون نفسهم مرسلين من رب العزه. يعني سرقتوا نهبتوا واشتريتوا عقارات بدول العالم ورواتبكم خياليه، اهتموا شويه بالشعب. تدري استاذ محمد المبالغ اللي يتبرع بها الناس للمراقد الدينيه وكل العراقيين يدرون واللي تستلمها المرجعيه تكفي الاعمار العراق كله من كهرباء الى مي الى بناء مستشفيات ومدارس وتبليغ شوارع وجسور. لكن مثل ما قلت لحضرتك أستاذ محمد تبقى المرجعية هي سبب دمار العراق وهي سبب دخول هذا المحتل واحتلال العراق. وإيران تتمتع بأموال العراق وخيرات العراقيين والشعب محروم منها وهم ساكتين عنهم. إيران اللي دمرت شباب العراق بالمخدرات وقبل فترة دخلت الميناء البصرة شحنة مخدرات يقولون عنها 16 مليون حبة مخدرة. أريد أسأل منه من المواطنين أو التجار البسطاء واللي ما مرتبط بحزب عنده جرأة ويستورد هاي الكمية الضخمة من السموم؟ وأكيد يعني الشخص اللي استوردها عنده ارتباطات بأحزاب وبالاتفاق وياهم ودخلوا هاي الشحنة. كل اللي حدث أستاذ محمد واللي راه يحدث بالعراق هو سبب سكوت الشعب على هاي الزمرة المجرمة. وهاي مثل ما قلت حضرتك محافظة البصرة طلعت بالتظاهرات وبقية المحافظات ساكتة تتفرج ومثل ما قلت لحضرتك ينتظرون فتوى من يعني المشكلة بالعراق حقيقة هي قد أو كما يطلق عليه البعض هي مظاهرات موسمية تحدث مع اقتراب فصل الشتاء أو اقتراب فصل الصيف ببعض الأمور التي يتضرر بها المواطن تنعكس طبعا بغضب على تصرفاته طبعا يذهب إلى التظاهر. المشكلة أنها تنتهي مع نهاية هذه المشكلة، يعني تنتهي مع نهاية الفصل الذي ظهرت به هذه التظاهرات. الموضوع في العراق الآن أو كما يسميه البعض في الداخل العراقي مظاهرات موسمية هذه. أستاذ
أستاذ محمد هي بداية التظاهرات اللي انطلقت بالبصرة، لو كان مساندها الشعب من كل المحافظات كان حصل الشعب على 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 الأقل يعني نقول على بعض من حقوقه، لكنه بقية المحافظات هي اللي سكتت وهم اللي خلوا أهل البصرة معرضين لكل هذا الاضطهاد والهاي الميليشيات اللي تقوم باعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم وخطفهم وهم ساكتين عليهم. لكن لو من البداية مسانديهم وطالعة كل المحافظات العراقية بتظاهرات وطالبة بحقوقها، وأنا قلتها أكثر من مرة محافظة البصرة مواطني محافظة البصرة من طلعوا بتظاهرات هم يطالبون بحقوق كل العراق مو بس بحقوق محافظة البصرة. التعيينات هي تشمل كل العراق، يعني هم من يطالبون بتعيينات إلهم هم بقية المحافظات هم ما عندهم تعيينات، من يطالبون بخدمات إلهم بقية المحافظات هم ما عندها خدمات. فعلى شنو سكوتكم انتم؟ شو تنتظرون يعني الى متى تبقون ساكتين؟ السبب الرئيسي استاذ محمد البقاء هاي الزمره وتلاعبها وسرقاتها ونهبها هو سكوت الشعب عليها. شكرا جزيلا. اذا ما يتحرك الشعب راح نشوف بعد اكثر واكثر من الاضطهادات. شكرا ابو ناصر، كنت معنا من تركيا. نذهب الى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود لاستكمال الحديث طبعا بهذه الحلقه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. حياك اخي محمد. هم دولة جو وباء على الشعب، يعني دولة يوميا طالعين لك ازمه. نعم. يعني هم دولة الشعب، دولة عفوا الحكومه، دولة مو عراقيين. يعني العراقيين كانوا يهتموا بامور الشعب، هاي الناس كلهم بالمطار والسيول. هذولا ما عندهم غير على الشعب ابدا. نعم. ولا يحبون الشعب، وهم مو من الشعب، مو عراقيين. يا اخي يا اخي شلون وضع بغداد يمكم ابو حسن؟ ابو حسن وضع بغداد اليوم شلونه من بعد هطول الامطار طبعا؟ والله اخوي محمد وضع بغداد يعني صوره يعني نوعا ما شويه اهون ناس بعض. يعني هسه هي كل شيء بالعراق مهمل. نعم. شوف المستشفيات، شوف الامور ما الصحه. نعم. يعني فد مره سيئه للغايه. هذول ما يهتمون امور الشعب. نعم. يا اخي هذول يعني هذول اسوء من الكفار. يعني بلد نازحين بالخيام يجون يروحون لبيوتهم اذا ما حد قال يقول. نعم. يعني انتم يا اخي سموكم سياسيين السنه شنو تروحون يعني معطابوك شلون يعني زين شو يسوون؟ يقول نفسهم من المطار من الحار. العراق هم جو وباع العراق لأنهم مو عراقيين، والعراق ترى مو واحد ما يصير فيه شيء. كيف جو من كل ما أعرف صار ملجأ للحصالات مال الخارج. يعني العراق ايش يصير؟ الله أكبر يا الله. يعني الناس نازحين نازحين يعني شلون؟ طيب ذولا أو ابو حسن خليك يا ابو حسن، اريد اعرض مقطع حتى ناكد على كلام حضرتك. خليك يا ابو حسن على الهاتف. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام غرق مخيم ديبكة للنازحين جنوب شرق الموصل وتشريد الاف العوائل جراء السيول التي ضربت المخيم وايضا كذلك ازاحت الخيم. دعونا نشاهد. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام هذا جزء بسيط طبعا مما يحدث الآن في العراق. أبو حسن يعني الناس اللي طلعت من مدنهم اللي تدمرت
وراحوا وقعدوا بخيم بالية، خيم تعبانة ما بيها حتى مساعدات. وجاءت الآن السيول والأمطار أزاحت هذه الخيم وشردتهم أكثر مما هم مشردين الآن. هؤلاء أين سيذهبون؟ إذا كانت السلطة في بعض المناطق القوات الحكومية أو الميليشيات هناك نقاط تفتيش تمنع عودة النازحين إلى مدنهم مرة أخرى، إلى مدنهم مرة أخرى، طيب شلون ذولا حيرجعون إلى هاي المناطق وهم ممنوعين من العودة إلى مناطقهم مشردين، خيامهم أزيلت أزيحت بسبب هذه السيول والأمطار، حيظلون قاعدين بالعراء، ذولا شنو مصيرهم؟ أخي هاي صار الشعب العراقي صار تجارة في دول الأوباش، صار عراقي الإنسان العراقي متاجر دمه بحياته بكرامته بكل شيء، يعني ياك الله أكبر، يعني ذولا يعني شلون واحد ينام الليل وأخوته في المطر، يعني خيم ضرب الهواء وطارت، شلون يعني ذولا ما يخافون الله؟ والله ما يخافون، ذولا كفرة يا أمة محمد، يا أمة محمد صوروا عليهم، يعني شلون يظلون ذليلين؟ والله الموت ولا الذلة، ذولا ما عندهم يعني عبالكم يعني يسوي لكم المدن ويسووها ويعرفوها، والله بعد مئات السنين كل شيء بيسوكم، هم جايين يخطونا للسنة وهذا بدأوا بالشيعة ما شاء الله، البصرة يعني إذا يروحون المظاهرة فأنت يجيبوا لهم هذول الحضارات مالتهم ويخطون بهم. نعم. هاي هذول المتظاهرين يعني بس يعمل السنة حسن قلوب، ولا قلت لكم قبل قلت لكم غربوا الغربية ما تروحون على 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 الجنوب. استعبوا يا مسلمين استعبوا. شكرا أبو حسن، أشكرك للمشاركة أبو حسن. كما تفضل سيد أبو حسن، يعني الموضوع لا يقتصر على جزء معين من المجتمع العراقي، الضرر عم الجميع. الآن المناطق التي تدمرت جراء العمليات العسكرية وهجر ساكنوها الآن جرفتها السيول، هذه الخيم، يعني حتى لو افترضنا أن هناك يجب أن يكون هناك دور من أهالي المحافظات الجنوبية بدعم إخوانهم في المحافظات الغربية أو في الخيام والمناطق المتضررة، يعني حتى لو قلنا فليفتحوا أبوابهم من أجل استقبال النازحين، دعونا ننظر إلى مناطقهم. أهالي المحافظات الجنوبية العراقيين الموجودين في هذه المحافظات تضرروا بقدر الضرر الذي وقع على المحافظات الأخرى، هناك دمار، هناك بطالة، هناك مخدرات، هناك مافيات وفساد، سرقات ونهب وخطف موجود في هذه المحافظات، والآن السيول التي دخلت والأمطار أيضا أفاضت هذه المناطق بقدر ما أفيضت به المناطق الأخرى من المحافظات، طبعا نتحدث عن الغربية، كانت المنازل، الشوارع، المحلات، الطرقات، غيرها. هناك مناطق في المحافظات الجنوبية عزلت وقطعت عن بقية المناطق الأخرى بسبب المياه، يعني الضرر واقع على الجميع. طبعا نتمنى طبعا أن يكون هناك دور مساعدة ما بين المحافظات العراقية والمجتمع العراقي فيما بينهم، ولكن الموضوع عم الجميع الآن، يعني إن كان هناك تحرك يجب أن يكون تحركا للجميع كما قال المشاركون. معنا سيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد أنا راح أتكلم يخليك الله، أنا هي كلامي إذا عندك اعتراض على كلامي قل لي يا باعتراض عني. طيب إحنا صار لنا 28 سنة ما عندنا لا أمطار ولا هم يحزنون، لابد أن يكون هناك سبب. نعم. سبب الله سبحانه وتعالى بالقرآن قال بالحرف الواحد، مو بس منطقتنا، المنطقة العربية والإسلامية يقول العالم يقولون احتباس حراري. أنت يقولون احتباس حراري، أنا أقول عندي آية قرآنية تقول ظهر الفساد في البر والبحر. طبعا الغضب يعم، لكن قد يولد بعض الصالحين، لكن يدمر البقية الآخرة يدمر. إحنا هذه السيول والفيضانات اللي الآن تجينا بالشهر العاشر بدأت والدعش والاثنعش، هذه إذا تشوفها تزيد جسور قوتها جد عظيمة، تجي من الصحراء، الصحراء ما فيها نهر، تجي من الصحراء تزيد تدخل على نهر وتزيد جسور وقنطرات، قنطرات هذه القناطر الحديدية والإسمنتية تستاذ تسجيلها عن بكرة عديها، هي دا تفتحها بالقوة الديول دا تفتحها بأمر من الله سبحانه وتعالى، لكن شنو سببها؟ احنا تعرضنا إلى حروب مدمرة من الثمانين إلى آخر حرب، هاي التمثيلية يسووها مع داعش هذول الشفية زين، هاي الأسلحة الوسخة، اليورانيوم المنظم والفسفور والكيمياوي
وغير انواع الاختناز، هذا كله كان موجود بالتربه. انت من تجيك هذه السيول راح تجرف التربه بكاملها، تنظفها تنظيف، لكن وين راح تروح؟ راح تروح الى ثلاث مناطق، المنطقه الاولى نقول الانهار. نعم. المنطقه الثانيه راح تروح لها تتجمع في مناطق تصير برغ ينابيع، مثل الينابيع احواض، ثم تنزل تحت التربه، بعد ذلك تنفجر وتصبح ينابيع وتجري انهار من عندها. هذا امر الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث وين راح يروح؟ راح يروح مناطق ظهر من عند الفساد في تقتل اهل السنه. هذا مو تشتيفا مثل ما يقول شفيه، تشوف الناصحين اللي كانوا هم واقفين حراس عليها هم انهزموا، الجبناء اهل القواطي والطالة الفارغة انهزموا وعافوها بحيث الناس بقت بمكانها لا خيام ولا هم يحموهم، لكن من رجعوا الى السيطرات. ابو عمر ما نختلف، ابو عمر ما نختلف ان الامطار الواصلة الى العراق الان او اي منطقة في العالم هي بأمر من رب العالمين، طبعا هي نتحدث عن الطبيعة والأحوال الجوية وما إلى ذلك، لكنها أمطار. يعني دعنا نتحدث الآن على جزء، دعنا نتحدث الآن على جزء السلطة، جزء الحكومة، جزء الخدمات، جزء البنى التحتية، الصرف الصحي، تحويل هذه المياه إلى مياه الأنهار التي جفت دجلة والفرات، تحويل هذه المياه إلى طاقة كهربائية استغلالها بالزراعة. العراق الآن بسبب الإهمال للأراضي الزراعية تصحر عما كثير من المناطق الزراعية الآن، هذا هو الاستغلال لمياه الأمطار. نعم هي أمطار قادمة ونعم قوية، لكن كل الدول التي هطلت بهذه الأمطار، الدول اللي نتحدث عن دول الرصينة، الدول المحترمة الموجودة الآن في العالم، استطاعت أن تستغل هذه المياه. نحن لا نعترض على مصدرها، لكن نعترض على الطريقة التي يتم إهمال هذه الخيرات التي تأتي إلى العراق، وإن كانت سيول وإن كانت مياه جارفة، لكنها يمكن أن تستغل بشكل كبير جدا، يخدم هذا البلد، ينمي من ثرواته ومقدراته، وبالتالي يساعد على إعادة التوازن بالنسبة للنهرين، بالنسبة للأرض الزراعية، للحياة العامة للعراقيين. لكن في العراق الموضوع يختلف، الموضوع تدخل هذه السيول تجرف المنازل، تحطم تكسر وتذهب، ليأتي الشتاء التالي وتحدث نفس العملية مرة أخرى. أستاذ محمد السبب الرئيسي شنو هو؟ السبب الرئيسي الله سبحانه وتعالى يقول جعلنا لكل شيء سببا ثم أتبعناه سببا. السبب الرئيسي من جت هذه العصابة وحكمة هذه دمرت البنى التحتية، هي مطلوب من على تدمير البنى التحتية وليس بناء بنى تحتية. نعم. أنت ما تتوقع، يعني إحنا بنستبق الأحداث، أنت تتوقع الحرامي القاتل العصابة ذولا يجي يبني لك؟ لا، هذا ما يبني لك، هذا مطلوب من عند التدمير الشامل. نعم. غايات خبيثة موجودة في قلوبهم وفي عقولهم مترسخة من مئات السنين في جذور عقولهم. نعم. مو اليوم البارحة، لكن هذا ما يبني لك. هذا بعد ما نزلت السيول وجت، هذا يقدر يبني بنا تحتية بهاي السيول والأمطار؟ نعم. ما يقدر، هذا أمر من رب العالمين بعد ما يقدر، ولا سد الأخ يقدر، ولا الصيف الأربعة أشهر يقدر يبني له أحواض أو جسور أو ما أدري شنو. ونعم بالله أبو عمر، أنا أشكرك أبو عمر، الوقت شرف على الانتهاء، ونعم بالله طبعا مما تقول، لكن لا نريد أن نعطي هكذا ذرائع إلى أشخاص قد يستغلوها ليبرروا لأنفسهم الإهمال الذي يحدث الآن في العراق. يعني موضوع السيول الجارفة لن يستطيع أن يعمر بها. عمي بنوا أنفاق وبنوا جسور على المياه، بحار، وهذه البحار والمحيطات التي تجري ليل نهار الآن. السيول دخلت الأمطار إلى العراق، نعم، لكن هناك علوم، هناك هندسة، هناك ميكانيكا، هناك زراعة، هناك ري، يعني هناك علوم كثيرة يمكن أن تستغل وتطبق بشكل صحيح لنخرج بنتائج تخدم هذا المجتمع، نتائج تخدم البنية التحتية الموجودة للعراق، تخدم الثروات الطبيعية الموجودة للعراق الآن. حفروا بالبحار وقاموا بإنشاء أنفاق وجسور وغيرها. الموضوع لا يتعلق بقضية أنه جاءت مياه الأمطار أصبحت التربة غير صالحة، الموضوع صعب. طيب وماذا عن التربة، ماذا عن الرمال الموجودة الآن في البحار والمحيطات التي شيدوا عليها قواعد وشيدوا عليها جسور وغيرها؟ ماذا عن هذه الـ 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 الأجهزة التي تقوم باستكشاف أو باستخراج النفط من باطن الأرض في البحر؟ هذه الموجودة الآن مشيدة في أعماق البحار،
مشيدة في أعماق البحار على رمال وتربة رخوة. إذن الموضوع لا يتعلق بقضية إنه السيول والأمطار. لدينا بعض الرسائل نقرأ سريعا. سعيد العذاري يقول النجف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقرأ الرسائل ثواني. أزمة العراق هدفها إرهاق الشعب العراقي ماديا ونفسيا وإضعافه عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأخلاقيا للتمهيد إلى إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. هكذا يرى السيد سعيد العذاري. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.